ازيكم يا مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج القوس ليوم الخميس 2 يونيو حزيران 2022. بيرشدك عبور القمر في اليوم ده لشوية تأمل وملاحظة في الفترة دي. بالنسبة ليك في شوية من الحاجات ممكن تبقى مفيدة اكتر، ممكن انك تعرف من خلالها كتير عن نفسك وكتير عن الاشخاص اللي بيبقوا مهنيين محيطين بيك في حياتك النهاردة. ومع ده فإن عطارد بيبقى بيتجه لمحطة كبيرة هيبقى بيتحول بيها تحول مباشر أكتر ليك. التحول ده ممكن إنه يكون بيربكك وبيربك كل الأمور اللي بتبقى قدامك النهاردة وحتى اليوم اللي جاي. لازم تحترس أكتر من إنك ما تفرطش في تفكيرك لدرجة إنك تتجاهل كل اللي إنت بتشعر بيه في الفترة دي حيال المشاكل اللي بتبقى بتواجهك. لو تراجعت النهاردة بسبب حركة عطارد لأكتر من 3 أسابيع، لكن في الأيام والأسابيع اللي جاية هتلاحظ شوية رفع لبعض التأخرات اللي كانت عندك وتمضي فيها قدما النهاردة في كل الخطط اللي كانت مؤجلة بسبب تراجع عطارد، مع ورود المزيد من المعلومات في أشكال منظورة مختلفة أكتر ليه. هتشعر من خلالها إنك أفضل على استعداد أكبر إنك تاخد القرارات السليمة، خاصة كل القرارات اللي بتبقى متعلقة بالشراكات وبالشغل والصحة في يومك ده. خليك مستعد لكل التفاصيل المهمة دي. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة والقمر، بيقضي القمر يومه في علامة السرطان اللي هو برج السرطان، وبتسعى دايما علشان تحصل على روابط عاطفية اكتر تبقى اقوى. ممكن يكون من المفيد انك تلاقي طرق قديمة علشان تركز بيها على نفسك اكتر في اليوم ده. قمر السرطان هيبقى حساس وحذر اكتر، متقبل اكتر ووقائي اكتر في البيت وفي شؤونه العائلية النهاردة، في تركيز اقوى من المعتاد لينا. هتبقى هيساعدنا ده علشان ننسجم اكتر مع القمر مع اورانوس في وقت يبقى متأخر من الصباح، على اننا نطلق سراحه ونسيبه بعد كده. ده كله هيعزز من قدرتنا علشان نتبنى افكارنا بشكل اوضح واساليبنا تبقى مختلفة بعد كده. ممكن يؤدي ده اننا نظهر تقنيات جديدة، خيارات مختلفة اكتر. ممكن انه يعد القمر السرطاني تقليدي وعاطفي اكتر، فاننا مش هنتعرض مع الموضوع ده بشكل كبير. في تغيرات طفيفة لكن الاساليب النهاردة تعتبر جديدة مختلفة. بيتجه عطارد نحو محطة علشان يتحول بشكل مباشر في وقت مبكر من اليوم اللي جاي. ده بيشير لشوية سوء تفاهم هيحصل او تأخر في حدوث التحول ده. خليك مستعد ليه. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا.